احنا في المدرسه الابتدائيه بمنطقه لدياب من معتمديه التوير في ولايه الكاف، وهوني يبدا تحدي جديد لفريق شلفي والسايف باش يعاود تهيئه المدرسه. المدرسه اللي عمرها تقريبا 25 سنه كانت محتاجه اشغال ترميم وصيانه من فريق شلفي والسايف في الاقسام والبلوك سانيتير وخدمه على الديكوراسيون زادا. أنا رمزي القيرشي مدير المدرسة الابتدائية لدياب، مدرسة تضم 32 تلميذ بها 3 قاعات. المدرسة الابتدائية لذيب بالكيف بدينا خاصة في المرحلة الأولى باللي تنشتين تاع الكلاس اللي لقينا فيهم فما انفلتراسيون دو، دونك عاودنا توسكي فورم دو بونت في اللي تخوا كلاس. فما قسم الوسطاني كيف كيف عاودنا له 3 شبابك اللي كانوا يعديوا في الهواء. كيف كيف عاودنا توسكي لي ترافو إلكتريك. بالنسبة للتواليت كيف كيف عملنا لي ترافو فيهم بسكي روفيتمون والومنيوم وكل شيء. بالنسبة زادة الدار اللي يسكن فيها المعلم اللي كانت فيها بروبليم ديتونشيتي كبير، صالة عاودناها ديتونشيتي نتاعها، كيف كيف زادة التواليت عاودناهم له. في المكتب هذا خذينا كريفيرونس المحيط المباشر اللي خدم عليه الارتيست بول كلي كي جا لتونس، واللي هو الباتشورك نتاع الاريخ. وزينا القاعات من الداخل ومن البرة. وعملنا من الداخل لي زيليمون نتاع لي رونجمون. ويدونتيفينا كل سالة باسم شخصية من التاريخ. وخدمنا ساحة العلم كالعادة، حطينا خريطة تونس وعملنا اللوكاليزاسيون بتاعها. بعد خدمة كبيرة من فريق شلفي والسايف المدرسة تبدلت، وهالتغييرات أعطت فرحة كبيرة في نفوس التلامذة. أنا نحب نولي مهندس باش يعني نعاون ندرس ونزين الأقسام ونزين المكتب باش يعني الناس تفرح كيما فرحت أنا. بفضل تفاعلكم فريق شلفي والسايف يكسب تحدي جديد يحسن المدرسة ويعطي الأمل لتلمذتها، ويأكد على أنه كي نوفروا قطرة نبنيه غدوة. وانتي كنت تحب تساهم في التحدي الجديد متاع شلفي والسايف، ادخل على موقع www.نوفروقطرة.com، تبع مراحل المشاركة وكون واحد من فريق تجديد وإعادة تهيئة المدارس.